مرحبا. طيب خلينا نحضر على الكلاسيك وعلى النيو ونشوف الاختلاف بين الباسكت المضغوط والباسكت غير المضغوط. اول شيء راح نقوم بتسخين البرو هيد. اهم حركة في تحضير الفلير ان كانت كلاسيك ولا نيو ولا البرو انه نسخن البرو هيد. تسخين البرو هيد عشان نسخن المعدن بحيث لما نحط المي تبع الاستخلاص ما يصير في اي فقد للحرارة. طبعا كل برو هيد في علامة من جوا مثل نظام شرطة بحيث انك انت توقف عليها عشان ما تعبي زيادة. انا وزنت 15 جرام 15 جرام عشان تكون نفس الكمية. قصدت الطحن تكون خشنة شوي لحتى نشوف أدائها على الباسكت المضغوط. راح نفضي المي من البرو هيد. نبتدي نستخلص الاثنين مع بعض إن شاء الله. طبعا حاسس بمقاومة بالنيو أكتر من الكلاسيك لأنه بتعتمد على نظام الباسكت المضغوط، وهذا الشيء بيخلي يشكل في ضغط أكتر. لو نلاحظ إنه الكريمة في النيو أعلى بكتير من الكلاسيك، وهي هي وظيفة الباسكت المضغوط. طبعا اللون هو أغمق بس طالع فاتح لأنه من التصوير من الإضاءة. راح نجرب الاثنين. البودي بالباسكت المضغوط غير المضغوط أقوى من الباسكت المضغوط بالنسبة للبودي.
الاتنين كويسين، الفرق بس هو بالبودي. نزول اللي بالكلاسيك كان سهل، ممكن كان انه نعم مثلا درجتين كمان، وكل ما نعمنا كل ما نحصل على طعم اقوى. اما بالنسبة للنيو والباسكت المضغوط كانت معي صعبة شوية في النزول. اتوقع هاي اخر درجة انك انت ممكن انك تنزل فيها، مش هتقدر انك تنعم اكتر من هيك، رح تكتم معك. هاي الفرق بيناتهم. برجع بقول الباسكت الغير مضغوط راح يعطيك نتيجة أفضل، راح يعطيك درجتين أو 3 درجات طحني أنعم، وهذا راح يخلي الطعم أقوى. بالنسبة للباسكت المضغوط اتسامحت كتير بدرجة الطحن، وكانت بالنسبة لها جدا مناسبة، وكان النزول صعب شوي بالنسبة للليفر، دليل إنه ما راح أقدر كنت أقدر نعم. كمان الكريمة كانت جدا ممتازة، البودي كان أخف نوعا ما، المرارة بالباسكت المضغوط في النيو أزود بشيء بسيط من الكلاسيك. هاي بشكل عام راح أعمل تجارب أكتر، هاي تجربة مبدئية ما فينا نحكم عليها. أنا شايف إنه الباسكت الغير مضغوط هو الأفضل، بس طبعا بيرجع على استخدام الشخص. لو هو إنه حابب ياخد أداة تعمل إسبريسو بتسامح كبير بالنسبة لدرجة الطحن، بحب يطحن مسبق في البيت ويطلع القهوة معاه ويعمل إسبريسو برات البيت، فأنا بنصحه بالباسكت المضغوط. أما لو أنت عندك مطحنة يدوية ممتازة شوي، حابب أنك تطلع بنتيجة أفضل، لا خليك في الباسكت غير المضغوط. نقطة أخيرة توضيح بالنسبة للباسكت المضغوط عشان تنظفه، مثل ما حكينا سابقا إنه الباسكت المضغوط عبارة عن دبل وول داخلي من جوا، ممكن آثار بن تكون عالقة وتخرب عليك في المستقبل، فيفضل إنك أنت تعمل وتنظفها في شط مية. عشان الفكرة توضح أكتر إيه يعني باسكت مضغوط من الغير مضغوط، لو نشوف إنه الباسكت الغير مضغوط بيبقى نزول المية سهل، ما في أي مقاومة، يعني أول ما تدخل مي راح تلاقي المي بتنزل معاك بكل سلاسة. أما بالنسبة للباسكت المضغوط هتلاقي فيه عائق ما راح يخلي المي ينزل إلا عن طريق الضغط، وهذا اللي هو اللي بيشكل الكريمة اللي زيادة. لو ننتبه هون نحن ونصابين مي، ما في أي مي بتنزل بشكل خفيف جدا عشان في مقاومة، بعكس الباسكت الغير مضغوط. فعشان نحن ننظفه لازم تعمل شوت مي يكون على الفاضي، بحيث نضمن 100% انه تم تنظيف الطبقتين الدبل وول الموجودين في الباسكت المضغوط. هنستخدمه كأنه بنعمل شوت عادي، هنحط مي بس بدون قهوة، ونحط البستم ونروح ضاغطين عادي، نزلين كل المي، وهيك بنضمن 100% من تنظيف الأداة. هذا كل شيء ذكرناه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هذا بالنسبة للتنظيف. بالنسبة للنيو ان شاء الله عن قريب راح اعمل تجارب اكتر، نعمل تجارب اكتر ونشوف بالتفصيل المقارنة بيناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.